والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل خالد أبو شارة. أهلا بكم. أخذت وزارة التربية قرارا حمل الرقم 680 ونص على فرض رسوم بقيمة تتراوح بين 50 و100 دولار على تسجيل التلاميذ في المدارس الرسمية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية، الأمر الذي رأى فيه الخبراء مخالفة لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته في المدارس الرسمية. الرسوم الجديدة التي تم فرضها على الأهالي بالمدارس الرسمية قد تبدو للبعض رمزية، لكنها بلا شك تشكل عبئا حقيقيا على العائلات الأكثر فقرا وأصحاب الدخل المحدود. بالوقت اللي عم نشهد فيه حركات نزوح من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية بسبب عدم قدرة الأهالي على مواكبة الارتفاع المستمر بأقساط القطاع الخاص، من الضروري الحفاظ على المدرسة الرسمية كخيار ميسور التكلفة بعد أن أصبح الملاذ الوحيد في متناول معظم شرائح المجتمع اللبناني. في الوقت الذي اشترطت فيه خطة الطوارئ الطاقوية رفع سعر الكيلوات ساعة من 27 إلى 37 سنتا في حال تلكأت الحكومة عن سداد ثمن الوقود العراقي، هبطت أسعار الكهرباء بالجملة في أوروبا إلى ما تحت الصفر. مبيع الكهرباء بأسعار سلبية في أوروبا نتيجة زيادة العرض عن الطلب يحمل دروسا على لبنان الاستفادة منها. اليوم بكل دول العالم ما بقى عندنا منتج وحيد للكهرباء احتكار، مثل ما هو الوضع بلبنان، انه بس كهرباء لبنان بتأمن كهرباء. في تعدد شركات، تعدد منتجين مستقلين، شركات خاصة، كل شركة بتفتح شيء بيعمل كهرباء على الرياح، شيء بيعمل كهرباء على الشمس، شيء بيعمل كهرباء بالطرق التقليدية، وهيدول الناس بيبيعوا كهربتهم بالجملة لموزعي كهرباء، والموزعي الكهرباء بيروحوا بيبيعوها بالبيوت بالمفرق، وبالتالي التوزيع خاص وتنافسي والإنتاج خاص وتنافسي. هيدا الشيء نزل سعر الكهرباء بأوروبا، وهيدا هو الحل للبنان. مش هيك نحن من الأساس عم نقول أنه يجب البلديات تسمح لشركات خاصة تجي تنشئ مزارع طاقة شمسية على المستوى المحلي، ما هيك، وتبيع على الناس. هيدا الشيء بنزل كلفة الكهرباء على الناس. بأوروبا بسبب الطاقة المتجددة كلفة الكهرباء بسوق الجملة صارت سلبية. قُبلت الإشارات الإيجابية الصادرة عن لقاءات جاكسون هول حول إمكانية خفض الفائدة قريبا بخبر غير يقيني من اليابان، حيث عاد التضخم للارتفاع إلى 2.7%، واللافت أن هذا الارتفاع حصل بعد أقل من شهر على تعمد المركزي الياباني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25%. على صعيد متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يستعد لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية في ظل هزيمة التضخم، ولم يذكر باول في كلمته في لقاءات جاكسون هول موعد بدء تخفيض الأسعار أو حجمها، لكن من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض متواضع منتصف أيلول وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.